قضى الله بعبد خيرا. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إذا أراد الله بعبد خيرا فقهه في الدين، وزهده في الدنيا، وبصره عيوبه. إذا أراد الله بعبد خيرا صير حوائج الناس إليه. إذا أراد الله بعبد خيرا عاتبه في منامه. إذا أراد الله بعبد خيرا جعل له واعظا من نفسه يأمره وينهاه.